فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإحرام قبل الميقات المكاني ينعقد، فهل ينعقد الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني؟ لا، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، ما يحرم بدون يعني خارج أشهر الحج. أما المواقيت المكانية فلا مانع أنه يحرم قبلها، كانوا يحرمون من مسافة بعيدة، يقولون هذا أكثر أجر، من الصحابة أتموا الحج والعمرة لله، يفسر هذا بأنه أن تحرم بها من دويرة أهلك يعني قبل الميقات. لا 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 يضر الإحرام قبل الميقات، إنما الذي يضر الإحرام بعد تجاوز الميقات. نعم.